مرحبا بكم مرة أخرى في الماتينال. كما وعدناكم باش نحكيو على موعدناهمش هذول موعدكم مش موعدكم موعدنا. في بالكمش بالموضوع هسي اللي هو باش نحكيو على الهلع الجماعي والخوف الجماعي، خاصة نحكيو على كوفيد 19. دونك هذاك علاش بحثنا مدام ناهد اليفرني اللي هي أخصائية نفسية ومدربة تنمية بشرية. صباح الخير. صباح النور. شنو أحوالك؟ الحمد لله اون فورم ديما اون فورم ديما اون فورم دونك اون فورم. اما نرجع واحد على الشيف عقبه. مرحبا بك فاطمه. احنا بعد ما حضرنا الاطباق هذوما الشيف تحيه تحب تحضر لنا حويجه تتقرمش باهيه العشويه باهيه سهريه نعديو بها الوقيت. عملت لك الفوندو تاخت اللي قعد من العجين عمري ما نلوحش لي فاطمه نخليهم، عملته كيما الكاكي سويبعات هكا وطيبت هكا برمته وحطيت له شويه ملح من برا وطيبته وشيحته في الكوشه. يطيب على مرتين نطيبوه يطيب على مرتين يبرد نعاود نحطه يشيح نبشمطوه فوالا. هوني باش نعمل له صوص كوكتيل. هوني عندي مغرفتين مايونيز نحط عليهم شويه هريسه سيكام باش نعطي النكهه المحرحره شويه للمايونيز للصوص نتاعنا. ونجي الطن هذايا ننزل عليه دوبليش دوبليش ما نفترشو ونخلطو مع الصوص باش وقت اللي نحطو الكاكي هذايا في كاس فوق الطاوله كل واحد اللي يحب ياكل الكاكي شاي حكاكة والا نغمسوه في الصوص يحب يغطسوا في الصوص يعطي نكهه بنينه ياسر مع الصوص هذايا. معناها وتنجموا راهو مش حتى بالمايونيز، برشا عباد يقولوا ما نحبوش المايونيز، تنجموا تعملوه بالقوطة، تحطوا تخلطوا القوطة تفوحوها اما بشويه هريسه ولا ديزيرب دو بروفونس وتغطسوا به. معناها صافي ان فروماج بلون تغطسوه في وسط تاكلوه مع الكاكي. كل واحد نخلي لكم الاختيار نتاع الماكله. يعطيك الصحة مشكورة شيف فتحية شوشي. احنا شوية آخر ويلقاو طاولتنا حضرت نشوفوا الأطباق ونفكروكم بالمقادير اللي عملناها. توا خلينا مع فاطمة وضيفتنا. مشكورين للشيف كما العادة. احنا تويكا باش نحكيو وقلت لكم مع مدام ناهد اليفرني اللي هي أخصائية نفسية ومدربة تنمية بشرية. نحكيو على الهلع الاجتماعي ولا الخوف الاجتماعي. أوكي تويكا حكينا عليه خاطر ربطناه بالكوفيد 19 وكأن الكلنا فاهمين إيش معناها. أما هو يظل لي موجود من بكري معناها خلاف الفيروس فما هلع اجتماعي يصيبنا. وقتاش يصيبنا الهلع هذا؟ بالطبيعة هو الهلع الاجتماعي هو البانيك أتاك. وقبل الجائحة نتاع الكورونا كان كي تحسب معناتها على 100 تلقى زوز ثلاثة معناتها يعني في 2-3%. توا بالستاتيستيك مازالوا ما وصلوش باش يعرفوا قداش وصلت نسبة الهلع الاجتماعي في معناتها في العالم. مي سكي سيغ اللي هي كبيرة برشا على خاطرها تتعدى بسرعة تعدي فيسع 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 تعدي بالطبيعة. كيف نجي نخزر انا نقول هلع اجتماعي ويعدي فيسع فيسع وعلاش معناها وعلاش البانيك اتاك هذايا؟ نجي نخزر نلقى فما كوفغ فو. احنا الكوفغ فو بالنسبه لنا حظر التجول بالنسبه لنا وقتاش يتفرض؟ يتفرض يا في حالات الحروب يا في حالات اللي فما خطر محدق بالشخص يعني مربوط بتوسكي حاجه سيكوريتي فوالا بالسيكوريتي فوالا نتاعنا الشخصيه والسوسيال نتاع المجتمع الكل. نجي نغزر اليوم نلقى اللي ممنوع البوس وممنوع التعنيق وممنوع تمس وممنوع تعنق وممنوع واللي احنا علاقاتنا وعاداتنا وتقاليدنا العربيه جو دي بيان مربوطة بكل ما هو ملموس بالتكتيل فوالا. باغ كونتخ معناتها المجتمعات الغربية لا والاسيوية المجتمعات الغربية نون بلو الاسيوية الغربية وقت اللي كيف معناتها باش تعمل اون سيونس باغ اكزومبل مثلا جو دي نابورت كوا اون سيونس دو بسيكاناليز وباش تجي تخرج مثلا وكل كي تشوف انت كي العبد هذاك هكا عنده الى لي لارم اوزيو ولا باش تمشي تعزي في حد ولا حاجه تقول له اسكو جي لو دو تو توشي معناها قبل ما تعنقوا. احنا لا احنا البوس والتعنق الكل هذاك ديريكت فوالا. دونك احنا قاعدين تتفرض علينا ثقافه كي تجي تخزر اون جينيرال ثقافه جديده ولازمنا اوبليجي تصرفاتها تصرفات جديده اوبليجي نطبقوها ونوصلوا لاولادنا علاش قاعدين نطبقوا فيها زاده باسكو مش مستانسين كي تعمل حاجه ولا ياخذ ان بون بوان تعملوا هكا على راسها المعلمه اللي هي غريبة عليه مش حتى ابوه ولا امه ولا ربت له على كتفه ولا حاجه. نجي نخزر نلقى لي هو فيروس مجهول العباد الكل كل واحد يداوي فيه وحده
كل واحد في داره توا مستحيل بالعربي ولا بالدوايات ما عملش حاجه في ميزون ايه عملتك الكركم والعسل اللي توكو خاطر فما عملت جمجم فهمت رجعت للغوسيت غومير فوالا على خاطر اكتشفنا اللي توا في الجائحه نتاع الكورونا معناتها الدرس اللي قاعدين نتعلموا فيه اللي يوم الامتحان يكرم المرء او يهان انت وبدنك شنو معناتها حياتك كلها 30 سنه ذوما شنو عملت في مناعتك نجي نغزر نلقى العباد الكل تعمل في السبور ولا سيي ولا ايبيديمي نتاع سبور اللي انا واحده من الناس مثلا بخلاها وليت نعمل في السبور خاطر لازم نقوي جهاز المناعه تبعد على عباد نيجاتيف على خاطر المناعه تطيح واللي هو برشا عباد ما يعرفوهاش ما يعرفوش اللي ستريس والهلع الجماعي اللي احنا عايشين فيه قد ما انت قاعده تقوي بالفيتامينات وتشرب في الزنك وتشرب في الفيتامين سي وتشرب في المقويات الغذائيه والمكملات الغذائيه والكل الكل ينجم يطيح في الماء وقت اللي تبدا تقرا ستاتيو ولا تقعد في جروب يحكيو كان على المرض والموت ولا الانتوكس ولا خبر غلط على الفيسبوك ولا مادام لهنا نحكيو احنا على كيفاش الهلع ديما نعاود نقول لك احنا تويكا نحكيو على الكوفيد 19 اما الهلع الجماعي من بكري معناتها موجود في البلدان الكل اللي صارت عليهم حروب واللي صارت عليهم مجاعات واللي صارت عليهم معناتها ديزاتونتا وغيره هذاك الكل يخلق هلع جماعي انت تو تحكي لي على فيتامين وعلى لي غوسيت غران مير اما ماهمش هما الباز ولا الاعراض نتاع عبد ولا مجتمع عنده هلع جماعي يظهر لي فما اعراض اخرى اخطر نو انا علاش نحكي لك قلت لك رجعنا للي غوسيت غرومير اللي يخليك انك تبعد على العادات الريتوال اللي انت مستنسه بيه حاجات نبعدوا عليهم اللي انت مستنسه بيه انا مستنسه نفطر فاست فود ومستنسه ما نعملش سبور ومستنسه ما نمشيش نعمل اناليز نشوف عندي انيمي ولا لا ومستنسه ما مش كل خمسة دقيقه او خمسة دقائق نغسل في يديا ومستنسه مش فوق الجل ما نعرفوش ما نستعملوهاش لا كاريمون معناتها وقتاش نولي ريح الدار تقول ريحه نتاع سبيطار وقت اللي ندخل في وسط وقت الا نعمل في ذي الكل ندخل في وسط الهلع في وسط الهلع الجماعي ولازم لازم نفرق اون بلوس بين انه ندخل في تحت لواء الهلع الجماعي والوعي الجماعي نكون فوالا قلق او حذر فما فرق كبير انك تكون حذر الكمامه نتاعك والجيل نتاعك والتباعد الاجتماعي وتمشي بالنصائح الطبيه وتاخذ لي فيتامين ذوما واحد وكل شيء فانت في اطار الحذر انت امورك لهنا واضحه اما وقت اللي ندخل نولي في الهلوسه ويولي عندي الوسواس القهري في الغسيل ونولي نرجع قلت لك لي غوسيت غرومير الكل نجبدهم ونولي نعمل سبور حتى فوق الطاقه نتاع بدني ونولي وقتها انا دخلت في الهلع اللي هو جماعي اللي هو تابع العباد الكل اللي هو كان انديفيديوال راهو الهلع الجماعي راهو فما هلع باش يتصرف فما بانيك اتاك لازمنا نفهموها اللي هي مثلا تبعتني انا بركه اي تخصني انا نبدا انا وياك قاعدين في نفس السيتواسيون في نفس العام ونفس الدقيقه والثانيه ونفس المجتمع ونفس البلاصه انا عندي بانيك اتاك وانت لا الهلع الجماعي لا احنا قاعدين نعيش في نفس السيتواسيون على الهلع الجماعي والله جو فيان كنت نقرا في ستاتيو على الفيسبوك بارمي من صحابي تحكي على كيفاش هي حاجه تضحك لكن اوميم طون تدل على الهلع الجماعي قالت انا كنت نعمل في يعني وصلت نحط قطرات جافيل في شامبوان على راجلي باش كي داوش كومون يهبط جافيل ولا هو كي يدخل الدار لقاها تعجب في خبز يقول بربي زيد فيه قطيره جافيل فوالا هذه هو بالحق سيت ان سامبتوم هذه انديكاسيون تدل على الهلع الجماعي يعني حتى اللي راك تعمل في حاجه غالطه فما عباد شربت جافيل في الكورونا فما عباد شربت جافيل فما عملت حاجات ماشي دونك فما عباد ولات تشجع في بعضها باش تعمل هكا يعني سي كونتاجيو الهلع الجماعي حاجه معدية يعني كيما وقت اللي صارت الثوره ولا تصير حروب ولا حاجه كالهلع هذاك اللي نمشيو نقضيو نفرغوا الدنيا الكل هكا شو خايفين فما زاد من مظاهر الهلع الجماعي هو انك بخلاف انك تمشي تقضي واحد وكل شيء انك تتوهم المرض تتوهم اللي عندك تولي تحس لي سامبتوم وهو علاش 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 التوهم هذا يصير على خاطر الهلع الجماعي ولا الهلع اون جينيرال عنده اعراض جسديه ونفسيه اعراض جسد ناخذ الجسديه اذا ناخذ الجسديه الجهاز العصبي اللا ارادي نتاعي يعمل لي حاجات في جسمي تخليني
نتوهم اللي انا عندي الكوفيد 19 مثلا نولي بالصيف ما ناخذ النفس هو انا ما عنديش كوفيد 19 لكن الجهاز العصبي الارادي نتاعي وقت اللي دقات القلب تولي ياسر سريعه نولي بالصيف ما قاعد ناخذ النفس واللي هما هذوما اعراض نتاع شنو؟ نتاع كوفيد 19 نولي ناخذ في النفس واحده واحده ضربات معناتها في القلب وبعد نقول لك راني نحس في روحي سخانة. قاعده تخرج نتعرق فوالا اللي هذوما الكل فما ديكوت سوغ فيسبوك والله حالات تدل على الهلع الجماعي تهبط مثلا وحده بوبليكاسيون تقول امان شنو الاعراض اللي حسيتوهم انا راني شاكه في روحي كوفيد وشنو من الاعراض يبداو فما عباد مرضى بالحق يعني جاهم الفيروس وفما عباد اخرين كي كومونت اه تيان انا نحس في هكا ملا انا كوفيد ملا انا درج ملا انا بوزيتيف والله حسيت هذه هكا ولا يعني يخوفوا بعضهم وكانها ستون بول دو نيج يعني واحد يخوف واحد واحد يخوف زيد القمح زيد كلامك صحيح يعني بالحق حاجه سيئه لهم انا حبيت نعلق على حاجه مدام كان تسمح حكيت الهلع الجماعي ولا الاجتماعي ولا غيره نخموا شويه في العباد اللي عندهم حروبات في اوطانهم على منذ سنين كما اخواننا في فلسطين والا في سوريا ولا حتى في الافريق وغيره الناس اللي تحس الهلع هذاك يخاف من قنبله تهبط له هو راقد ولا من كرتوشه هو متعدي هو وصغار وتقتلهم ولا حاجه هل نوصلوا بالهلع هذا يولي حاجه طبيعيه ما عادش يهمنا هذا لو سونس دادابتاسيون اللي عطيه لنا ربي سبحانه وتعالى انك تتادبت انك تتقبل باش بالادابتاسيون لانه 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 الحياه هكاك ما عادش انت مثلا انا نذكر شو مغابيل تري تري بيان احنا قاعدين في بلاصه ومعانا مراه من ليبيا الشقيقه وفما حسس معناها طف 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 وقتها جات البريود نتاع البلديه وقتها تقتل في الكلاب والكل يا اخي احنا الكل تفجعنا معناها وكل يا اخي هي قالت شنو قنابل قنابل وهي معناتها قاعده عادي وريلاكس وزين وماهيش هنا يا اخي احنا قلنا لها لا لا انت بلديه قاعده تقتل وانت عادي معناتها قالت تبداو قاعدين سهرين سهرات عائليه وقاعدين قنابل تبدا متعدي في 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 وسطنا وقت اللي انت تسلم مش تسلم معناتها انه سيء ما عادش عندك فولونتي او حب للحياه او اراده انك تكلم تكمل لا لا لكن تسلم انه هذا اللي عندي هذا الواقع نتاعي انه انا عندي توا مرض لازمني اتعايش معه اما احتاط اما نكون حذر فقط على خاطر البانيك اتاك عنده عندنا الجهاز العصبي قلنا لا ارادي اخزر شنو يعمل اوكي لكن تشوف النفس شنو يعمل سيء تولي توقف حياتك يعني حياتك تولي تقف علاش انت تكون حذر تحاول انك ما معناتها يعني تلتزم بالارشادات الصحيه تاخذ تعرف منين تاخذ المعلومه منين تاخذ الانفورماسيون تثقف روحك اكثر بدي ريفيو دو ليتيراتور وبحاجات موثوق منها مش بدي زارتيكل من دي جورنو اللي يزيدوا يخوفوك ولا يغلطوا اي فوالا نبعدوا على نبعدوا على زانتوك نبعدوا على التليفون لانه اصلا اللي كاتب الستاتيو هذاك هو بيدو عايش عايش فكري في البانيك هو في البانيك هذاك هو ديجا معناتها مشكوره مدام ناهد اليفرني اخصائيه نفسيه ومدربه تنميه بشريه نمشيو نختموا مع الشيف مرحبا فاطمه اكيد وصلنا للختام مع شيف فتحيه باش نجيو نفكروا ساده المشاهدين بالعصيده نتاع البيستاش والبفريوا اليوم اللي عملناهم هذوما من عند ريان وحويجه تتقرمش معاه وي انا اليوم عملت اخترت نعمل عصيده دو كولور اللي هي بوفريوا عملت البوفريوا الانستونتاني وعملت بعدها هي البيستاش سهله ياسر معناها مكوناتها بسيطه العصيده من عند ريان ديجا بات حاضره باش تقعدوش ترحيو في الفاكهه وتقعدوا معناها تعرجوا فيها كل حكه نتاع بات هذيا العاديه تحطوا عليها اترتين ماء 200 غرام فرينه والسكر نتوما والمذاق نتاعكم وشويه حليب كونسونتري هذاك اللي يلزمها العصيده نتاعكم وهي تيب فريمون في وقت قياسي وبنينه ونظيفه وتعرفوا روحكم اوموا فاش تاكلوا زينتها بالطبيعه بالكريمه سمارت شيف انا اليوم حطيت لها كريمه اموند
وزينت لها وجهها بشويه فستق وشويه بندق باش خاطر الفستق يتبع الفستق. معناها بسيطه زينتها ومطعمها، المكونات هذوما الكل تلقاهم عند ريان، اما في اريانا والا في بنزرت، لي بوان فونت نتاعهم القارين اريانا وبنزرت. مع هذايا عملت القروش هذوما اللي عملت الفوندو تارت الايوب اللي قعد عجين، عملته كيما نوع الكاكي معها صوص كوكتيل اللي هي مايونيز معها تن الموجة معها شوية هريسة سيكام، خلطتهم مع بعضهم وإحنا عندنا صوص كوكتيل تاكلوهم كيما الكاكي. مطعمهم بنين، البات جوست نتاع الفوندو تارت مطعمها سهل وبنينة. يعطيك الصحة مشكورة شي فتحية. دونك الوصفات أكيد تلقاو أكثر تفاصيلهم على صفحتنا على الفيسبوك الماتينال بالفرنسية ولا بالعربية، كيف كيف تلقاو الوصفات نتاعي. أنا لليوم حضرت لكم كعيبة بوري كاملة في الكوشة، وريتكم من غير ما تشوي وتعمل دخان في الدار وطريقة سهلة برشا، وحتى طريقة الكويسون تاعها صحية معها برشا خضرة، عملت فوق منها شوية زيت زيتونة شوية ملح وفلفل أكحل، وأكيد حطينا كعيبة سيترون هكا دي رونديل باش يفوحوا أكثر. بعد ما حضرت الحوطة نتاعي لفيتها في بابيي كويسون كما شفتوا، ومن بعد لفيتها في بابيي ألمنيوم وحطيتها في الكوشة. بالنسبة للتارت حضرت لنا شيف فتحية فوندو تارت اليوم مميز على غير العادة، في عوض العظم حطينا الكعيبة قرع أخضر ربيناها وحطيناها لمتنا البات. من بعد حضرنا الفاخس نتاعنا اللي عملناه بالقوتة وعملناه بالتن من عند البدر، وإلا تختاروا تن الموجة كيف ما تحبوا عائلة واحدة، مع القوتة اللي من عند مرياح والفخماج غابي كيف كيف اخترته من عند مرياح. حضرت فارس مزيان عبيته في قالب البات، بعد ما طيبتها 10 دقائق هكاك في كوشة عملت كروت، صبيت فيها الفارس عودت دخلت الكوشة وطابت مرة أخرى مدة ربع ساعة. إن شاء الله الوصفات تكون عجبتكم. أكثر تفاصيل على الدبارة تلقاوها كل يوم معنا في برنامج الماتينال على قناة التاسعة في نفس التوقيت. إلى اللقاء. مشكورين للشيف. ألوغ نجو الختام صفصوف. قلتلهم أنا كالعادة نعمل غوميرسيمون للارتيست كوافور يامن بوغ لا ميزون بوتي، وتلقاوه في حي الواحات العوينة باج فيسبوك أي باج انستغرام يامن الارتيست كوافور. كيف كيف نعمل غوميرسيمون الجويس اللي قاعدة تلبس فيا، تلقاوها في 3 بوان دفون، تلقاوها في سكرة في ياسمين الحمامات وفي نابل، تبيع حوايج نساء ورجال كبار وصغار، صباب وتوسيكان دي زاكسسوار، ايتاج كامل مخصص للديكوراسيون. باج فيسبوك جويس اي باج انستغرام جويس اوفيسيال، ونتقابلوا غدوه ان شاء الله. مشكوره صافي. نبيد نشكر سنتر دي ستيك باك ستيج، تلقاوه في العوينه باج فيسبوك انستغرام باك ستيج. نشكر انزو شوز، تلقاوه في المنزه الثامن باج فيسبوك انستغرام انزو شوز. نشكر سي ان دام البوتيك تلبس فيها، تلقاوه في طريق سكره باج فيسبوك انستغرام سي ان دام سكره. مشكورين ليكيب الاعداد مدام هاله بن جمعه ورشد البي، ليكيب تكنيك زاد يعطيكم الف صحه، وجمهورنا العزيز ان شاء الله ملتقانا غدوه بسلامه. كل شدة وعندها نهايتها، غدوة ترجع حياتنا لعادتها، أما اليوم خلينا نشدوا ديارنا ونحميوا صغارنا ونتعاونوا ونعملوا اللي علينا باش نحافظوا على أهلنا ومالينا وكبارنا اللي عزوا علينا، وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وتتعدى هالسحابة وتونس تعاود تشرق شميستها. عمرنا ما نسينا الناس اللي تخدم علينا وأبطالنا في السبيطارات اللي تداوينا على خاطر بلادنا سرها وقوتها في محبتها، وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وحوستها وفرحتها وبهجتها، وباش نفرحوا أكثر ساعتها على خاطرنا باش نحسوا أكثر بقيمتها. توينسا وسرنا المحبة. بعد ما تحصلت سيكام على لقب أحسن منتوج لسنة 2020، هاو باش نكتشفوا مع بعضنا سر طماطم سيكام. طماطم سيكام الحق من طيب كان بيها، نحطها كالمغرفتين والصوص تجي خاثرة وحموريتها تشهيك. طماطم سيكام طبيعية كما هي. طماطم سيكام كليوناتي كلها برين عليها، أنا ما ننصح كان به. اللي عجبني ما فيها حتى مصبرات. وليدي توا 10 سنين ينوط طماطم سيكام،
ماكلتي يحبوها كبار وصغار، طنجرتي بطماطم سيكام تكفي وزيادة، هذاك علاش ما بدلهاش. دونك سيكام المفضلة عندكم وما تبدلوهاش، حتى هي طماطم من غير حتى مواد ملونة ولا مواد مضافة، وزيد ما فيها حتى مصبرات. طماطم سيكام 100% طبيعية. شكرا على ثقتكم فينا. كي يسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن مزارعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا، صناعة الأجبان، أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لي كل حركة مهمة، كل شيء محسوب، باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم، وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتوا وعلينا عملتوا. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ سمحت شيف مسهل هالبنة. تساقط الشعر بعد اليوم. إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالاً وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما.